السلام عليكم. اولا كنبغي نشكر جروب تيدكس انساخوريبغا على هذه الفرصه السعيده اللي عطاتني باش نحيي الصله بهذه المدينه اللي عشت فيها ازيد من 21 سنه. المدينه اللي مجموع فيها مجموعه من الذكريات، المدينه اللي قريت فيها الابتدائي والثانوي، والمدينه اللي تكونت فيها شخصيه امال شريف. شكرا لكم بزاف. يوم بدون ألوان، يوم يفقد الحياة. أمل 26 سنة، فنانة تشكيلية عصامية ومصممة أزياء كذلك عصامية، وأخوض تجربة جديدة هو تزيين السيارات القديمة كأول تجربة كتقوم بها فتاة مغربية. تزاديت في واحد المنطقة أمازيغية اللي هي الهضبة السعيدة، أيت بوغماس لا فالي أوغوز. هذه المدينة، هذه المنطقة الملهمة لي انا محظوظه انني كنت من الناس اللي تزادوا فيها واستمتعت بوقت كبير وسط منها. هذا اللقب كان تعطاها من طرف واحد السائح اللي كان كيزور هذه المنطقه، وكان فين ما كيجي كيلقب لي النساء والرجال والاطفال، واخا التعب واخا الجو اللي كيكون سخون، فكانوا دائما كيغنيو ودائما كيعيشوا بسعاده، فلقبها بهذا الاسم ديال الهضبه السعيده. وكنت محظوظه كذلك انني تزاديت واحد البيت اللي هو بيت الجد، البيت اللي كان مليء بالزخرفه ومليء بالالوان، وكان كذلك هو واحد التلاقي لمجموعه ديال الثقافات، لانه كان فيه كيتجمعوا مجموعه من الجنسيات من دول مختلفه، واغلب هاد الناس اللي كانوا كيزوروا هاد المنطقه واللي كنا كنتلاقاو بهم كانوا اغلبهم مصورين، رسامه، نحاته، مهم عندهم مع المجال الفني. من بعد بكون الاب ديالي في التعليم، فحنايا انتقلنا لمدينه خريبكا. قبل ما ننتقل لمدينه خريبكا كنا استقرينا في الباديه اللي كان كيقري فيها الوالد ديالي، وكنا الوالد ديالي ديما كان كيجيب لنا لي بابي كونسون، وكذلك كان كيجيب لنا بابي كالك، وكنا كنعاودوا بزاف ديال الرسومات. عشنا في واحد الجو مليء بالحب، مليء بالحب ديال التلاميذ ديال الاب ديالي، الحب من طرف السكان ديال الدوار. فعشنا في واحد الجو اللي مليء بالحريه كذلك، وكنا كنعودوا بزاف ديال الرسوم. يمكن هادشي هو اللي خلانا انه يترسخ فينا الفن التشكيلي او الفن بصفه عامه، سواء انا ولا الاخوات ديالي. من بعد فبدينا كنكبروا، الوالد ديالي قرر اننا ننتقلوا لمدينه خريبكا اللي قريت فيها الابتدائي، وكانت عندنا ماده ديال التربيه الفنيه، اللي كانت عندنا مادة التربية الفنية، وكان ديما الأساتذة كيلاحظوا فيا أنني كان عندي واحد التميز في الرسوم اللي كنت كنرسم، فولا ديك اللقب ديال الفنانة الرسامة منذ الطفولة، وكبر مع أمل شريف هاد اللقب. من بعد كننتقل قبل ما ننتقل للإعدادي، كانت راه واحد الطريفة بكوني أنني كنت كنعشق الفن التشكيلي، كنت كنحمق على شي حاجة سميتها الفن التشكيلي، اعتذر. فكانت الاخت ديالي اللي كبر مني كانت كتقرا فنون تشكيليه، وكانت ديما كتدخل عندنا وجايبه معاها لي بابي كونسون، وجايبه معاها لي زاكتيفيتي اللي كدير في الفن التشكيلي. انا كنت متحمسه بزاف انني ما كرهتش لو انني نكبر وتا انا نقرا الفنون التشكيليه. فواحد النهار خليت واحد الرساله للاب ديالي في الوقيته ديال القيلوله، ومشيت معها لديك الحصه ديال الفنون التشكيليه وخليت ليه ديك الرساله. فكانت في ديك الوقيته شيء اللي مرفوض انك تمشي انت كتقرا في الابتدائي وتطلع للثانوي وتمشي تزعم زعمه، وانك تمشي لواحد الحصه بلا ما تقولها للوالد ديالك. فرجعت لقيت بان القضيه الوالدين ديالي يعني كانوا تقلقوا عليا، لكن بقيت مستمره في المجال ديال الفن التشكيلي. من بعد انا تمكنت انني نطلع لهذ الثانويه، لهذ الاعداديه اللي هي اعداديه المسيره، وليت كنقرا انا الفنون التشكيليه، وكنت من بين الناس المتميزين في الفن التشكيلي في اعداديه المسيره. وكان واحد التشجيع كبير من طرف استاذ الهتهوت، لدرجه ان كان ديما مادم انه شاف فيا ديك الفنانه الصغيره او في الداخل ديالي عاشقه للفن بطريقه كبيره، فكان ديما كيعطيني هديه، يا اما
صباغه يا اما اوراق مقواه يا اما المهم كنت ديما كنخرج بشي حاجه بيدي كان له تشجيع بانني نستمر في هذا باش نستمر في هذا المجال. من بعد كننتقل للثانوي وكنت من الناس المحظوظين انني الفتره اللي غنطلع فيها للثانوي كانت المؤسسه ابن ياسين كتنظم نوادي للفنون التشكيليه وللمسرح وللسينما، وكنت من الناس السباقين انني دخلت النادي ديال الفن التشكيلي وتعرفت على مجموعه من التقنيات الجداد. وكان النادي تميز بشكل كبير في ديك الفتره. ومن بعد جاء الانطلاق ديال ان جات واحد التغيير، ان انتقلنا لمدينه الجديده، فامل تكونت في مدينه جديده ولكن جاها التغيير لمدينه الجديده اللي لقيت فيها بزاف ديال لي غالغي، وطحت لي الفرصه انني نتلاقى بمجموعه من الفنانين الكبار اللي كنت في مدينه جديده قليل فاش كنت في مدينه خوريبقة قليل فاش كنت كنتلاقى بهم. في مده اقل من 3 اشهر امال شريف دارت الاسم ديالها وسط مدينه الجديده بزاف ديال البيرفورمانس اللي كنت درت ومجموعه من الاعمال الفنيه في الهواء الطلق اللي كنت تميزت بهم في مدينه الجديده، وكان عندي معارض متعدده كذلك في مدينه الجديده. من بعد غننتقل لواحد التجربه اخرى اللي هي تصميم الازياء. تصميم الازياء هاد التجربه ما كانش في الاول مديرها باعتبار، فجات بشكل مباغت لكوني ان كان عندي اقامه فنيه مدينه ميدلت، وهاد الاقامه الفنيه كان عندها واحد العلاقه بالثقافه الامازيغيه، فانا كنت كنتميز بواحد الحاجه انه فين ما كان شي ايفينمون كنحاول انني نكون منسجمه مع الموضوع ديال داك ليفينمون، فكانت الثقافه الامازيغيه حاولت انني نقاد ربعه ديال اللبسات اللي كانوا في ليفينمون عندهم مع اللمسه الامازيغيه. فبحثت على الثقافه الامازيغيه لقيت واحد الحزام اللي هو كنتميز به الثقافه الامازيغيه اللي هو احوراي ولا اساتاو، اللي هو حزام امازيغي اللي كان كيتعرف به النساء الامازيغيات، وكان الطول ديالو تقريبا كيكون 5 الامتار، لكن انا ما قدرتش ندير 5 الامتار، خليته كرمز للمراه القويه ورمز الجمال ديال المراه الامازيغيه. وهذا الحزام احوري ما كانش عنده غير الخاصيه الجماليه، بل كان كيدار لحمايه العمود الفقري للمراه الامازيغيه بحكم انها كانت كتزقل بزاف، بحكم انها كانت كتطلع في الجبال، فهو كان عنده هذا الدور وهذه الخاصيه ديال انه كيحمي لها العمود الفقري ديالها. فحاولت انني نكري واحد لامارك سيليا امازيغ اللي كنحاول انني نحافظ فيها على التراث الامازيغي وعلى اللمسه الامازيغيه، ولقات واحد الصدى طيب الحمد لله. من بعد كندوز واحد التجربه اللي هو تزيين السيارات القديمه. هاد التجربه ما حد داز في الكونفينمون، خدمت بزاف ديال اللوحات، خدمت بزاف على بزاف ديال لي سيبور، فمنين خرج الكونفينمون وليت كنقلب على اي حاجه نقدر انني نعطيها واحد اللمسه وانني نخلق فيها الحياه. فواحد النهار حسيت بانني محتاجه انني نخدم على شي حاجه كبر من داكشي اللي خدمت عليه، فخديته كتحدي مع نفسي. تواصلت مع بعض الاصدقاء وقلت لهم واش باقي عندكم ديك الاركات، لانني باغي نحاول انني نجرب راسي ونتحدى راسي ونشوف واش انا عندي الامكانيه انني نقدر نعطيها واحد الحياه جديده. فالحمد لله تمكنت من انني نزينها وعطات واحد الشهره كذلك في الجديده، وهي مشروع ديال المقهى متنقل. وعندي مشاريع اخرى كذلك في تزيين السيارات. فكانت هذه هي النتيجه. ونخليكم كنعتذر شكرا لوحات. غنخليكم مع مجموعه من اللوحات التشكيليه ديال امل شريف باللمسه ديال امل شريف، وشكرا. كنحاول دائما في اللوحات ديالي انهم تكون ضروري حضور المراه ونبين الجماليه ديال المراه اكثر، وكذلك حضور اللمسه الامازيغيه. فكانت هذه هي اللمسه اللي كتميز بها امل شريف، وشكرا.